السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا سمعنا عن الرجل الأخضر هالك مان، بطل هوليود المعروف. بس تخيلوا اللي هالك مان ظهر في مدينة الإنتاج الإعلامي، طب يا ترى مين هو وإيه اللي حصل له؟ كل التفاصيل دي معايا النهاردة، استنوني بعد الفاصل. لو انت اول مرة بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتشوفوا. المشهد بدأ في مدينة الإنتاج الإعلامي بشاب عشريني ما كانش لابس غير بنطلون أزرق ودهن جسمه بلون أخضر وكان ماسك سلاح أبيض كبير. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. سلم نفسك. وزي ما حضراتكم شفتوا ده الرجل الاخضر زي ما سموه على مواقع التواصل الاجتماعي. اقتحم مدينة الانتاج الاعلامي وكان بيتكلم كلام غير مفهوم، وحاول احد امناء الشرطة السيطرة على الموقف لكنه هاجمه بالسلاح الابيض اللي كان في ايده، وطبعا الجهات الامنية حاولت تسيطر على الموقف وكانوا بيقولوا له سلم نفسك يا احمد لكن هو كان بيرفض، واصدرت وزارة الداخلية بيان بتؤكد ان الرجل الاخضر اتسبب في اصابة امين شرطة وظابط وان قوات الامن اتعاملت معاه مما ادى الى وفاته. ولحد هنا انتهت اخبارنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.